السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مني انا حميد كيالي. بتجيكم بشكل اسبوعي على قناه سيلفي سبورت كل يوم خميس، بنحكي فيها عن تقديم اهم مباريات الجوله الاخيره قبل التوقف الدولي. في اكثر من مباراه، وانا حابب بهي الحلقه ارجع للستايل القديم تبع الحلقه، انه نحكي سريعا عن اهم المباريات، يكون في مباراه الجوله نحكي عنها شوي بتفاصيل اكثر، واعطي توقعاتي بنهايه الحلقه. وبعدنا تشوفوا الحلقه انتم، بنتظر منكم تحطوا لي توقعاتكم بالكومنتات، ونخلينا نشوف مين التوقعات صح اكثر من الثاني. خلينا نروح على المباريات سريعا. يوم الخميس اليوم راح تحضروا مباراة كتير كبيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد. ميلان اللي قدم مباراة أسطورية بالأولد ترافورد، التعادل ما كان منصف بالنسبة له، لأنه كان حتى منطقيا على سير المباراة كان لازم هو اللي يخلص 3 نقاط لصالحه، لكن مع هيك بدون زلاتان، بدون ثيو، بدون هاكان، بدون بن ناصر، بدون ريبيتش، مجموعة أسماء كتير كبيرة ومهمة بتشكيلة الميلان كانت غائبة. فالميلان كان عبارة عن مجموعة شباب قدموا مباراة عظيمة جدا، وجا التعادل عن طريق سيمون كاير بآخر دقائق المباراة، وبرجع بكرر أنه كان لازم هو اللي ينتصر بهاي المباراة. اليوم راح يكون مباراة الإياب مع عودة زلاتان، مع عودة بن ناصر، مع وجود هاكان وثيو هرنانديز، ومع عودة ريبيتش أيضا. يعني الفريق استعاد كل إصاباته، كل غياباته، صار فريق جاهز تماما أمام مانشستر يونايتد، اللي انا اكثر شيء ما لي حابه باليونايتد بالفتره الاخيره انه ما بقى تقدر تتوقع كيف راح يكون شكله على ارض الملعب، لانه احيانا بتشوفه بالقمه وبيقدر يجيب نتائج واداء يعني بتقارنوا مع بعضهم مثل مباراته مثلا مع مانشستر سيتي، لكن احيانا بيخسر تعادلات وخسائر هون وهون، بيكون هو الطرف الافضل بالمباراه. فلذلك مباراه كثير مهمه لصعيد الفريقين على المستوى الاوروبي اول شغله، لحتى يروحوا بعيدا، لانه هن تقريبا مع توتنهام مع ارسنال من المرشحين الاربعه الكبار، لو واحد فيهم هو اللي يحاول يجيب اللقب. مباراه مهمه جدا ومنتظره جدا، لازم نشوفها نحن اليوم ونستمتع فيها. واحد من الكبار راح يطلع لقدام، وواحد من الكبار للاسف راح يودع البطولات الاوروبيه كامله. يوم السبت في عندنا سيلتا فيغو ريال مدريد. على الورق منطقيا المباراه شكلها اقرب لريال مدريد. ريال مدريد بعد المستوى الكبير اللي قدمه امام اتلانتا، المباراه اللي اقترن فيها الاداء بالنتيجه 3 اهداف، كان ممكن يتسجل اكثر من هيك، 5-3-2، ادوار لوكا مودريتش وتوني كروس بغياب كاسيميرو كانت مبهره جدا، عوده راموس كانت مهمه كثير على مستوى الشخصيه والقياده على ارض الملعب، فينيسيوس المجنون بتضييعه للفرص، ولكن هو الشخص الوحيد اللي عم بيقدر يصنع هاي الفرص اصلا بسرعاته، بحبه للهجوم على المساحات، وبنزيما دائما لما يشوف في حدا عم بيلعب معه تيمورك، ولما بيكون في مساحات بتشوفه بالقمه. فصار رابع اكثر من سجل بالتشامبيونز ليج، هو على الاغلب يعني المعركه رح تكون بينه وبين ليفاندوفسكي دائما ليكونوا واحد فيهم بالنهائي قبل ما يعتزلوا، الثالث بعد رونالدو وبعد ميسي. فمباراه كتير مهمه على صعيد الترتيب بالدوري الاسباني كمان، لانه مدريد لازم ينتصر ولازم ينتظر تعثر مدريد قطب الثاني لمدريد اتلتيكو او برشلونه. المباراه الثانيه يوم السبت راح تجمع انتر بساسولو. ساسولو اللي قدم نص موسم اول ممتاز جدا، كانت نتائجه ثابته وعم بيسجل عدد كثير من الاهداف، قلنا عليه بيشبه مشروع اتلانتا، لكن بالنص الثاني من هذا الموسم متذبذب جدا بموضوع النتائج والاهداف. يعني باخر 3 مباريات خسر وفاز وتعادل، بهدول 3 مباريات قدر يسجل 8 اهداف، يعني عدد كبير، لكن قدر لكن استقبل 5 اهداف ايضا. فالفريق بيسجل كثير وبيستقبل كثير، والنتائج ماله يعني متواصله بموضوع الانتصارات امام انتر اللي الاحتياط تبعت الانتر افضل من اساسيين انديه كثير بالدوري الايطالي، سكواد عظيم لكونتي. هلا قدر يعمل فارق نقطي جيد، 9 على ميلان، 10 على يوفي، مع انه عنده مباراه مؤجله، لكن كل الظروف والشروط والاشياء بتقول انه لازم انتر هو اللي يروح بنهايه الموسم ويفوز بالدوري. صعب كثير اقتنع انه في فريق ممكن يقتلع هي البطوله من ايدي الانتر حاليا، رغم انه كونتي عم بيحاول يبعد الضغوط وعم بيقولوا انه ما فزنا بشيء لسه، وهذا كلام منطقي، لكن على الارجح هو اللي راح يفوز بنهايه الموسم. الاحد راح يكون في كمان 3 مباريات نحكي عنهم، اتلتيكو مدريد والافيس. بغض النظر عن الشامبيونز ليج وكل شيء صار مع اتلتيكو مدريد، خلينا هلا نحكي بس على موضوع الدوري. بالدوري استندف جدا اتلتيكو مدريد بالجولات الماضيه، الفارق كان كثير كبير، نزل كثير، الفريق شعر بالضغط، وواضح جدا انه عنده مشكله بالشخصيه ليتحمل الضغط. سيميوني بكل خبرته ما قدر لحد هي اللحظه يبعد هي الضغوط عن فريقه، يخلي فريقه، لانه فريقه على الورق بصراحه لازم ينتصر على كل الانديه اللي سقط امامه، يعني خاصه اذا قلنا ختافي واذا قلنا ليفانتي اللي خسروا وتعادل معه بمباراتين ورا بعض. فريق عنده الجوده، فريق عنده خط وسط مقاتل، عنده مدافعين جيدين، لكن مشكلته بافكاره على ارض الملعب، الافكار اللي دائما بتطغى عليها الجزء الدفاعي على الجزء الهجومي، عم يضيع احيانا نقاط لازم ما تضيع يعني. ولكن
مباراة على الورق سهلة لأتلتيكو مدريد، لازم على الأقل يحاول إنه يخلي الفرق 7 نقط قبل مباراة ريال سوسيداد مع برشلونة. فمباراة كتير مهمة، خلينا نشوف لوين رح تروح نتيجتها. المباراة الثانية يوم الأحد رح تكون بين روما ونابولي، المباراة اللي على الأغلب الخاسر فيها رح يوضع صراع المنافسة على المركز الرابع بالدوري الإيطالي، لأنه رح يبتعد عن أتلانتا ورح يبتعد كتير عن اليوفي. فمباراة مهمة جدا لنابولي لاستكمال اللي عمله بالأسابيع الماضية، هالعودة الحميدة لنابولي مع جاتوزو أنهاها بفوز صريح وواضح ومستحق على ميلان، وروما لحتى يبقى بهي المنافسة، لأنه اللي قدمه من بداية الموسم لحد هاي اللحظة ممتاز جدا، حرام يضيع أيضا قبل 10 أسابيع تقريبا من نهاية الموسم. فمباراة مفصلية كتير لواحد فيهم، لأنه اللي الفائز بهي المباراة هو اللي رح يقاتل مع أتلانتا مع اليوفي مع ميلان على المقاعد الثاني والثالث والرابع على الأغلب. والمباراة الأخيرة اللي بدي أختم فيها هي بالدوري الفرنسي، ليون عم بيستضيف باريس سان جيرمان، مباراة الفائز فيهم أيضا راح يكمل مشواره بصراع الصدارة مع ليل اللي متصدر بفرق 3 نقط عن ليون وعن باريس سان جيرمان. الفريقين بيمتلكوا 60 نقطة، ليل عنده مباراة على الورق سهلة جدا، فمباراة كتير كبيرة لباريس سان جيرمان اللي لهلأ لسه ما شفنا مع بصمة بوتوتشينو مع الفريق، لهلأ لسه ما حسينا فيه على أرض الواقع. المرة الوحيدة اللي حسينا بخبرة بوتوتشينو كانت بالشوط الثاني مع برشلونة، لما الفريق قدر يرجع يتماسك ويمنع ريمونتادا كانت راح تكون كارثية بكل الأحوال. ليون عم بيقدم موسم ممتاز، لكن مشكلة الأندية الفرنسية التوب هذا الموسم إنه ما في عندها استمرارية. لو تطلع على آخر 4 مباريات لباريس سان جيرمان، فريق فاز 2 خسر 2، وليون فاز 2 وتعادل 2، فما في استمرارية. عم بيسقطوا هدول الأندية الكبيرة أمام أندية أقل منهم إمكانياتا فنيا وحتى على مستوى الترتيب. فمباراة كتير مهمة لنشوف مين راح يكمل الصراع مع ليل حتى النهاية بصراع الصدارة. هيك بنكون خلصنا سريعا المباريات، نروح على مباراة الجولة اللي هي راح تجمع ريال سوسيداد ببرشلونة. مباراة كتير مهمة لأنه سوسيداد واحد من الأندية اللي بيعرف يلعب أمام برشلونة وخاصة على أرضه، هذا رقم واحد. 2، برشلونة راح يلعب بعد ما يكون لعب ريال مدريد أوريدي وراح يكون لعب أتلتيكو مدريد، فالفريقين لو كانوا فازوا بمباراتينهم مثلا راح يشوف حاله بالمركز الثالث، وبالتالي هذا ضغط إضافي على الفريق مضطر أنه يرجع يفوز حتى يرجع للمركز الثاني. بعد هاي المباراة في توقف دولي، بس بعد التوقف الدولي برشلونة عنده 4 مباريات كمان صعبة كتير، راح يكونوا مع بلد الوليد مع كتافي مع ريال مدريد ومع فياريال، ففي عنده 4 مباريات متتالية صعبة جدا. فالفريق محتاج انه يروح على التوقف الدولي وهو بأفضل حالة، لانه اللي صار معه بالفترة الشهر الماضي كان ممتاز جدا، يعني من فوزه على اشبيليا بالدوري وبالكأس والفريق عم بيعمل سلسلة انتصارات متتالية، كان في ضمنه تعادل مع باريس سان جيرمان، بس بشكل عام الفريق على أرض الملعب مريح نفسيا. انتصاره الأخير على هويسكا، في كتير ناس حاولت تقلل من الانتصار على هويسكا، لكن بالأخير انتصار جيد جميل، لأنه أحيانا برشلونة وريال مدريد أمام فرق مثل هاي الفرق هي اللي بتعذبه وهي اللي بتفقده هدول النقاط يعني. لكن 5-3-2 اللي ثبت كومان عم تعمل شغل كتير منيح، 3-4-3 عم تعطي شغل أفضل بكتير، لأنه صار في مهاجم حقيقي هو ديمبلي عم بيحطه دائما كومان أماما لحاول يستغل كل المساحات اللي عم بيحاول ميسي وغريزمان يخلقوا له إياها، بدري مع ديونغ أدوار مختلفة، حتى ديونغ خاصة قلب دفاع موجود، لاعب وسط موجود، بوكس تو بوكس موجود، اللاعب عم بيقدم مستوى رائع جدا جدا جدا، انفجار لألبا ولديست، وهذا من الأشياء الجميلة على رونالد كومان إنه طلع يعني شال هيك الغبار عن كل هدول اللاعبين اللي ما كانوا بيقدموا المستويات الممتازة. الفريق رائع جدا، حتى مع ترينكاو لما بينزل بديل عم بيقدم الإضافة، براثويت نفس الشيء، بوسكيتس عاد لقلق ولما شاف في 3 مدافعين وراه ولما شاف في جايب دائما حركية وكثافة بخط الوسط، فبرشلونة تحسن كتير، انتصاره راح يكون مهم جدا جدا جدا. لكن أتلتيكو وريال عم بينتظروا تعثر، عم بينتظروا هدية من الريال سوسيداد، خلونا نشوف إذا هاي الهدية راح تجي ولا برشلونة راح يكمل طريقه ويكون هو المنافس الأبرز لأتلتيكو مدريد على بطولة الدوري. منروح على قسم التوقعات الأخير، ميلان مانشستر. أنا بتوقع أنه ميلان راح يتأهل، لكن عندي إحساس راح تكون تعادل يتأهل ميلان يا بالوقت الإضافي أو ضربات الجزاء يعني. سيلتا فيغو ريال مدريد، برشح ريال مدريد. إنتر ساسولو، برشح إنتر. يوم الأحد راح يكون في عنا أكثر مباراة، أتلتيكو مدريد وألافيس، برشح أتلتيكو مدريد طبعا. روما ونابولي، حاسس نابولي عنده أفضلية يعني استمرارية أكثر. والمباراة الأخيرة راح تجمع اليوم باريس سان جيرمان، أنا بتوقع باريس هو أقرب للفوز. مباراة السهرة ريال سوسيداد وبرشلونة، برشح برشلونة للفوز. لهون بيوصل كلامي لنهايته. هلأ اكتبوا لي بعد ما تشوفوا الحلقة توقعاتكم نتائج هاي المباريات. بشوفكم إن شاء الله الأسابيع القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.